السلام عليكم، معاك احمد الابيض، مصور بخبره 6 سنين، ومن سنتين عملت شيفت كارير وبقيت جرافيك ديزاينر. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نحول صورنا من كده لكده. يلا بينا. بسم الله. اول حاجه هنتصور الصوره اللي احنا عايزين نعمل عليها ايديت. بالنسبه للنموذج اللي احنا هنشتغل عليه هتكون الصوره دي. هنكريت فايل جديد يكون مقاسه 1080x1080 والريزوليوشن بتاعته 200 او 300 وندوس كرييت. الفايل بقى معانا اهو. اول حاجه هنعملها هنختار شكل الخلفيه. هنجيب خلفيات منين؟ ممكن من على بيكسابي او انسبلاش. هنكتب background texture، هيدينا اكتر من نموذج، وليكن ان احنا نشتغل على ده. نحمله ونضيفه للتصميم بتاعنا. لو احنا عايزين نغير لون الخلفيه كل سهوله هنقف هنا view and saturation colorize، نعلي saturation شويه ونختار اللون اللي عجبنا، وممكن برضو نقلل lightness لو حابين الصوره تبقى اغمق. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب شيب دايرة ونكبرها كده، وندوس شيفت والت عشان تكبر بشكل منتظم، ولو عايز احرك اوسطنها مثلا بدوس مسطرة كده معايا. نبدأ نديها اللون بتاعها، ممكن نهدي اللون شوية، وبعد كده اجيب الصورة بتاعتي طه هنا. هقص الخلفية من كويك سيليكشن تول، اعمل سيليكت سبجكت واعمل ماسك. الصورة هي بدأت توضح معانا. لو استفدت من الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تدعمنا باللايك والكومنت والشير، ولو ما عملتش اشتراك يلا اعمل دلوقتي، وما تنساش تفعل زر الجرس. يلا بينا نكمل. هنعمل لير ده بقى سمارت اوبجكت، ونعمل الدايره اللي ورا برده سمارت اوبجكت. معانا بقى كذا شكل، احنا ممكن نسيب الصوره زي ما هي كده، او ان احنا نعملها جوه الدايره. نعملها جوه الدايره ازاي؟ ندوس كنترول نقف على الدايره، هيديها سيليكشن كده، وبعدين نعمل ماسك. يبقى كده الصوره بتاعتنا دخلت جوه الدايره. نديها تكتشر ازاي؟ ممكن نعملها كلرايز زي الخلفيه، ناخد اللير ده ونطلعه فوقيها، ونعمله كليبنج ماسك عشان يبقى على صورتنا بس، ونظبطه زي ما احنا حابين. ممكن نقلل الساتوريشن خالص، يبقى كده بس. وبكل بساطه وصلنا لصوره شكلها احترافي. طب انا بالنسبه لي عايز اضيف عليها ايه تاني؟ انا عايز اضيف نويز. هنضيف النويز ازاي؟ نخش على فلتر نويز اد نويز، ونبدا نظبطها بالكم اللي يعجبني. انا كده بالنسبه لي مناسب، واخد النويز دي اضيفها على الدايره. يبقى انا النويز معايا هنا ابيض واسود، بس ورا الوان. ليه؟ عشان انا هنا عامل كلرايز ومقلل الساتوريشن خالص، انما هنا انا مش عامل حاجه. فهنخش على اد نويز من هنا، ونغير المود بتاعها لاخر مود، يبقى معانا الوان. ممكن نقلل النويز اللي ورا في الخلفيه شويه بالاوباستي، نخليها 50 مثلا، تبقى كده وبس كده. السلام عليكم.